مقابلة لعبنا مع واحد فريق الكبير، لعبنا مزيان الحمد لله، و ما كخيي بوكو دوبورتينيتي زعما كان عملون ديفيكولتي للوداد في الاخر مازال خسرنا. هادشي اللي مشكل كبير، خصنا ضروري نبقاو نخدمو ونربحو الماتش اللي ماجين، باسكو ما خصناش نكونتينيو في هاد لونس هادي كنخسرو ديما، وعلى لا كونفيونس على الجروب وكلشي كاش ساهله. كاين المشكل في بني ملال، علاش ما المشكل ما كايناش؟ الزهر ما كايناش، شفتو كنوصلوا كنوصلوا بزاف مرات ما كنماركوش، الفراخي مع شكون ما كنلعبوا كيوصلوا شي اربعه خمسه مرات كيماركوا ليك جوج ولا ثلاثه، حنا كنخص كنوصلوا اكثر منهم وما كنماركوش. المشكل هو هذاك، خصنا لا كونفيونس وتيخاف الناس، زعما كل واحد يقول انه تيخا وان شاء الله يكون خير. شنو تقول الجمهور ديال بني ملال؟ جمهور بني ملال ما يقولوش شكرا، اسمح لينا زعما لي ريزولتا اللي كنديرو، ان شاء الله جمهور وايدك، جمهور كيقول معاك فاش يقول نتيجه وفاش ما كيقولش نتيجه كيقول معصب الكره هذيك، ان شاء الله فاش نبقاو نربحو حتى هما يقولوا فرحانين، و ان شاء الله ندور الربح مع داك الماتش اللي ماشي مع وجده ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. منذ مجيء ديال السي عز العامري المستوى ديال فريق رجاء بني ملال بدا كيظهر على احسن وجه، ربما عائق ديال النتائج هو اللي ما تاثاش لينا هذا باش نفوزوا شي مقابله، باش كما كيقولوا باش نديروا المورال باش نداو واحد الانطلاقه صحيحه. كنتمنى من الله نخرجوا من هذا العائق في اقرب وقت، ربما عائق ديال قله التجربه. كنتمنى من الله جميع اللاعبين اللي حاسين المسؤوليه هذا الميركاتو، ان شاء الله الاداره ديال فريق بني ملال تقوم بالانتدابات اللي يعاونونا ان شاء الله من هنا القادم الدوارات باش نفرحوا الجماهير الملاليه وفريق بني ملال الخاص. رجاء بني ملال الاداء ديالو واش يستحق المرتبه اللي هو فيها ولا خصو اي شي حوايج بصح؟ باش انا خويا ما نستحقوش هذه المرتبه اللي حنا فيها، رغم ان الكل كيشوف كنظهروا على واحد المستوى احسن وجه، كنقوموا بكره حديثه، الكل كيشجعنا وكنسجلوا حنا الاولين، كنكونوا محكمين في زمام المقابله، يا اما كيجي خطا ديال قله التجربه كيتسجل عندنا الهدف. الدراري قليل المجربين، هذا ماشي كنقص منهم، الدراري تبارك الله عليهم الله يعطيهم الصحه، الدراري كاين اللي العام الاول ديالو بريمير ديفيزيون، لا غلطه خصك من الغلط نتعلم، واش فهمت؟ ما كاين شي واحد ما كيغلطش، ونتمنى من الله الصحه والاخطاء ديالنا في اقربه. الجمهور ديال بني ملال كنقول له يصبر على الفريق ديالو ويساندو طيله الدوره حتى 30 دوره، وحنا ان شاء الله معاهم في السراء والضراء كما هما معانا في السراء والضراء. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.